السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا وسهلا بكم في الجزء الثاني من محاضرات النانو تكنولوجي أو تكنولوجيا النانو، وهي المحاضرات التثقيفية التي سوف نستخدمها أو نستعين بها في تحديد أهمية هذا التخصص عندما يطرح في قسم الفيزياء بالجامعة. في الجزء الأول كان بعنوان تكنولوجيا النانو اللي هو الحلم والفكرة والتطبيق، وتعرضنا إلى العديد من المعلومات الواسعة والدقيقة حول أهمية علم النانو تكنولوجي وكيف أنه سوف يغير هذا العالم، وتعرفنا على بدايات علم النانو تكنولوجي وكيف طرح العالم ريتشارد فاينمان أن هناك الكثير أو هناك متسع في القاع، وكان يقصد بذلك أننا يجب أن ننزل بتركيزنا في البحث العلمي إلى دقائق وصغائر الأمور من الذرات لأبعاد الذرات، ومن هنا طلع موضوع النانو تكنولوجي. ومقياس النانو هو مقياس صغير جدا، وضربنا أمثلة عديدة على مدى صغر هذا المقياس باستخدام اللي هو الأمثلة التعبيرية التي استعنا بها في الجزء الأول. في الجزء الثاني من تكنولوجيا النانو سوف نتحدث عن طرق تشخيص ودراسة التراكيب النانوية. عالم النانو تكنولوجي حولنا في كل مكان، إلا أننا بدأنا نمتلك الأجهزة لرؤيته. هذا اللي هو العنوان المختصر لمحاضرة اليوم. جسم الإنسان هو أكبر مثال على تقنية النانو. الخلايا الحية تقوم بتحويل المواد الغذائية والأكسجين إلى طاقة، كلها من خلال اللي هو تقنيات النانو. وطبعاً إحنا بنتعلم من صنع الله العلي العظيم، ونحاول أن نصنع أجهزة تشبه هذا الخلق البديع حتى تجعل حياتنا أسهل وتجعل مقاومتنا لأي أمراض أو أي مشاكل أحسن وأفضل. طبعاً مواد النانوية هي صغيرة جداً، ولم نكن نمتلك أي جهاز لرصد هذه الجسيمات الدقيقة، وبالتالي الصور هذه وكيف تكونت هي عبارة عن ما سوف نقوم به في محاضرة اليوم. مع بزوغ علم النانو تكنولوجي فإن العالم الآن على أعتاب ثورة تكنولوجية عملاقة قادرة على تحويل الخيال العلمي إلى حقيقة. عندما يتخيل العلماء أجهزة تزرع في جسم الإنسان وأجهزة تتجول في داخل الأوعية الدموية وتقوم بإصلاح الأمراض والخلل، أو أجهزة تقوم بتصوير ما يحدث داخل جسم الإنسان، أو رصد أو مراقبة ضغط الدم والسكر وكل العمليات البيولوجية وتسجيلها على أجهزة الجوال وربطها مع حسابات الطبيب، كل هذا الكلام أصبح بالإمكان من خلال تقنيات النانو. كل الملابس الواقية من الرصاص بتقنية النانو يمكن أن تتحقق. كل ما يخطر في بالك عمل أجهزة على الحجم الجزيئي كان حلم يراود العلماء أصبح الآن قريب أنه يتحقق. لكي نتمكن من تطويع تكنولوجيا النانو وتسخير تحقيق كل ما نأمله منها، فلا بد أن نعرف أدواتها ووسائلها الخاصة لتوصيفها ودراسات خصائصها. لا يمكن لأنك أنت تفهم هذا العلم أو تصبر غواره إلا من خلال التعرف على الأجهزة الحساسة والدقيقة التي تعتبر هي العين التي من خلالها تبصر ماذا يحدث على المقياس النانو. ومن هنا فإننا سوف نركز في الجزء الثاني على دراسة أدوات التشخيص المستخدمة في فحص واستكشاف المواد النانوية حتى نعرف كم يبلغ هذا العلم من الدقة ومن الإمكانيات. في البداية خليني أستعرض لكم هذا المقطع البسيط الذي سوف يعطينا فكرة عن أهم جهاز يستخدم للتعامل مع الذرات. هذا جهاز نسميه Tunneling Electron Microscope،
وهو الذي ذكرت لكم عنه في المحاضرة اللي فاتت، أنه الذي باكتشافه حول فكرة وحلم ريتشارد فاينمان إلى حقيقة علمية، وتمكن العالمان اللذان اكتشفا هذا الجهاز من كتابة اسم الشركة التي كان يعملان بها IBM بواسطة ذرات السيزيوم على شريحة من السيليكون إذا تتذكروا. هذا الجهاز عبارة عن غرفة مفرغة من الهواء تماما، لأنه لا يسمح لأي ذرات من الغبار أو الجزيئات الهواء إنها تعيق هذه الآلة من العمل، وبالتالي يتم تفريغها من الهواء تماما. وخلينا نشوف مع بعض عن ماذا تتحدث. طبعا زي ما قلت لكم، هذا هو عبارة عن جهاز الأتوميك السكانينج تانلينج مايكروسكوب. وطبعا السكانينج تانلينج مايكروسكوب مفرغ تماما من الهواء، لا يوجد فيه أي ذرات غبار ولا أي ذرات هواء، لأنه يجب أن نترك العينة الموجودة في الداخل والطرف المدبب الذي يمسح هذه العينة بدون أي معيقات. هذه تمثل ذرات من الكربون، والمناطق المضيئة التي تظهر هنا هي مواقع هذه الذرات. كذلك أثناء مرور الرأس المدبب الذي يمسح هذه الشريحة أو هذه العينة التي في حدود أقل من المايكروم، تقوم بإصدار أصوات. هذه الأصوات ترتفع وتنخفض حسب مرورها على هذه الذرات، أي أننا نستطيع من خلال هذا الجهاز أن نسمع صوت الأتومز أو صوت الذي يعطي هذه الذرات. كذلك باستخدام هذا الجهاز تمكننا من رؤية الجزيئات الموليكيولز التي كنا نعرفها من خلال النماذج الكيميائية المختصة، وكان رائع جدا أنه وجدنا أن هذه النماذج الكيميائية نفسها صحيحة كما رأيناها باستخدام جهاز التانلينج إلكترون مايكروسكوب. العينة التي توضع في داخل جهاز التانلينج مايكروسكوب يمكن أن نسلط عليها مجالا كهربيا، بحيث أننا نستطيع أن نلتقط ذرة بذرة ونعيد ترتيب المادة. وحلم النانو تكنولوجي هو إيجاد مواد جديدة من خلال إعادة وبناء تركيب الذرات حسب متطلباتنا الخاصة. وكان الإنسان على مدار العصور يسعى إلى تقليل حجم الماشينز، الأجهزة، الآلات، حتى نصل إلى ماشينز صغيرة جدا تستطيع أن تقوم بأعمال هائلة في الأبعاد الذرية أو النانوية. كذلك يحلم العلماء في تصنيع آلات جزيئية. هذه الآلات الجزيئية هذه عبارة عن ترس جزيئي من الجزيئات، هذا موتور جزيئي، هذا عبارة عن جير بوكس من الموليكيولز والجزيئات. هذا طموح العالم النانو تكنولوجي. جسم الإنسان بكل ما يحتويه من أنسجة وخلايا وكلها عبارة عن بيئة خصبة للنانو تكنولوجي، وبالتالي النانو تكنولوجي سوف تنجح لأن جسم الإنسان يعمل من خلال النانو تكنولوجي. فمقاومة الأمراض من خلال كريات الدم الحمراء تعمل بتقنية النانو تكنولوجي، لأنها كلها في أمور أبعاد صغيرة، وبالتالي تحويل زي ما قلت لكم تحويل الطعام والغذاء الى طاقه يتم من خلال اللي هو العمليات البيولوجيه، وكلها بتتم على مستوى اللي ايش النانو تكنولوجي. ادوات التشخيص، لا يمكن باي حال من الاحوال ان ننزل الى الابعاد الذريه وان نراها بالعين المجرده. لقد برع الانسان منذ ان وجد على هذا الكون في كشف الأسرار التي تحيط به. فبداية اعتمد على العين لرؤية الأشياء وفحصها، ومن ثم احتاج إلى فاستخدم الإنسان الأجهزة التي تعينه على اكتشاف هذا الكون، فصمم التلسكوبات لرؤية الفضاء، حيث تقوم هذه التلسكوبات بتقريب المشاهد وتجميع الضوء الساقط منها وتحويلها إلى إيمج للتعلم المزيد. كما برع الإنسان في تصميم المجهر المستخدم في دراسة الأنسجة الحية والكريات الدم الحمراء والبيضاء وغيرها من خلال الميكروسكوب الضوئي. إلا أنه العلم شره للحصول على المزيد. قد ما أنت تكبر
فهنالك ليميت ما بنقدرش احنا نتخطاه. فالميكروسكوبات الضوئيه اقصى ما يمكن ان تراه هو 2000 مره تكبير عن جسم عن عين الانسان. والسبب في ذلك او في هذا القيد انه اي جسم احنا بدنا نراه يجب ان نستخدم طول موجي ذو طول موجي ايش؟ اصغر من الطول الموجي المستخدم لرصد هذا الجسم. لذلك اذا اردنا ان ننزل بالمقياس الى مقاييس النانوميه حيث تكون ابعاد الماده في حدود 10 نانومتر او 20 نانومتر، فالضوء المرئي الذي طوله الموجي قديش طول الموجي؟ من 3000 انجستروم الى 7000 انجستروم، اي من 300 الى 700 نانومتر، وبالتالي يعتبر كبير جدا بالنسبه لمين؟ للابعاد اللي احنا بنرصد عليها الابعاد النانويه. لذلك يحتاج الانسان انه يبحث عن مصادر ضوئيه اخرى. فاول ما ذهب اليه هو استخدام الالترا فايلت، وصنع ميكروسكوب من الالترا فايلت، ولكن الاوبتكس التي استخدمت في الاشعه فوق البنفسجيه كانت مكلفه جدا ولم يعمر كثيرا هذا الميكروسكوب. فعندما اكتشفت ظاهره ديبرولي في عام 1930 وهي تتحدث عن الخاصيه المزدوجه للالكترون، اي ان الالكترون مجرد ما يترك الماده يتصرف كما لو كان موجه، وهذه الموجه لها طول موجي صغير جدا في حدود الواحد انجستروم 0.1 من النانومتر، اذا يمكن استخدام الالكترون في الحصول على مراصد لتكبير ومشاهده ايش؟ الاجسام. ومن هنا جاء هذه صوره الترانسميشن الكترون مايكروسكوب، وهي تلك الاجهزه المستخدمه في اختبار المواد النانويه ودراسه خصائصها الجديده. لذلك الالكترون اصبح يستخدم كاداه بدل الضوء في رصد وتصوير الاجسام الدقيقه، ومن هنا جاءت الميكروسكوبات الالكترونيه، عصر الميكروسكوبات الالكترونيه من العام 1932 حتى عصرنا الحالي في تطوير مستمر. فكان هنالك الميكروسكوب الالكتروني الماسح الذي يعرف باسم سكاننج الكترومايكروسكوب، وفي عندي الميكروسكوب الالكتروني النافذ ترانسميشن الكترومايكروسكوب، والميكروسكوب النقط الماسح سكاننج ترمينج مايكروسكوب، ميكروسكوب القوة الذرية اتوميك فورس مايكروسكوب. لا يوجد مختبر يدرس العلم النانو تكنولوجي او يتعامل في علوم وهندسة المواد الا ويمتلك على الاقل اثنين منهما، لما توفره هذه الاجهزة من معلومات دقيقة جدا تستطيع ان تعرف فيها خصائص هذه المواد النانوية، واسماءها تختصر بالاحرف الاولى باللغة الانجليزية. يعني الميكروسكوب الاول نسميه اس اي ام تي اي ام اس اي ام و اي اف ام، بمجرد ما انك تقرا هذه المختصرات على طول تعرف انه انت بتتكلم على احد انواع الميكروسكوبات، ولو كتبتها على جوجل في الانترنت على طول بوديك على مين؟ على هذا الجهاز. خلينا في هذا العرض السريع نمر على كل جهاز نشوف كيف يعمل، امكانياته، وماذا يوفر لي من معلومات، ومدى اهميته لنا. بالنسبه للميكروسكوب الالكتروني الماسح، هذا الميكروسكوب عباره عن الجهاز الضخم هذا، حيث ان في هذا البرج الطويل يشبه مثلا زي الميكروسكوب المستخدم الضوئي في مختبرات البيولوجي، لكن بدل الضوء زي ما انا قلت لكم في عندنا الالكترون بيم الذي يسقط على العينه ومن ثم تتكون الصوره بالطريقه اللي حنشوفها بعد شوي. الميكروسكوب الالكتروني الماسح يكبر اشياء لدرجه تصل الى 300 الف مره، وقرات حديثا انه يصل الى مليون مره مقدار التكبير، وهذه طبعا الارقام اللي احنا بدنا اياها حتى نصل الى الابعاد الذريه. كما ان الميكروسكوب الالكتروني الماسح يمتلك عمق تبئير كبير، اي عنده ديبث اوف فوكس او ديبث اوف فيلد بالمقارنه مع الميكروسكوبات التقليديه، اي انه يستطيع ان يرى الشقوق وكذلك يرى الارتفاعات، وبالتالي ممكن يعطيني بعض المعلومات عن التوبوغرافي. والنقطه الثالثه انه يعطي معلومات عن المركبات اللي تدخل في تركيب العين، يعني بامكاني معرفه تركيز كل عنصر موجود في داخل العين باستخدام هذا الميكروسكوب. الميكروسكوبات
الضوئيه لا يمكن باي حال من الاحوال انها تعطيني اي معلومه من هاي المعلومات. طبعا الجهاز يمتلك عده شاشات كمبيوتر، كل شاشه متصله مع ديتكتور، ففي شاشه بتعطيني صوره العينه اللي بدرسها، وفي شاشه بتعطيني انواع العناصر الموجوده، وفي شاشه لضبط العينه والتحكم فيها وادخال المعلومات. خلينا ننتقل مع بعض ونشوف كيف يعمل الميكروسكوب الالكتروني، وفهم كل هذا الجهاز حيسهلنا شرح بقية الأجهزة الثلاثة الآخرة. في البداية هذا طبعا أحد الأجهزة السكانينج الكترومايكروسكوب، ومهما كان قديم أو حديث فمبدأ العمل لا يتغير. واحد، هنا صور بهذا الشكل وبهذا العمق لا يوفرها لنا إلا الميكروسكوب الإلكتروني الماسح، وبدون هذا الجهاز لم يكن بالإمكان أن نصل إلى هذه الأمور. لو أنا عندي أوبجكت حجمه كبير فبالتالي بستخدم طول موجي يعادل أو يناظر هذا الحجم حتى أستطيع أني أراه. أما إذا انزلنا إلى الأبعاد الذرية فأنني سوف أضطر إلى اللجوء إلى الأمواج الإلكترونية، لأنه إذا تعلمت أنا على الإلكترون على أساس أنه له طبيعة موجية، فمن تشتت هذه الإلكترونات يمكن رصد إيش؟ رصد الصور. السكانينج إلكترومايكروسكوب عبارة عن مناطق متعددة، من ضمنها أول شيء ما يسمى بالإلكترون جن، أو اللي هو المدفع الإلكتروني. والمدفع الإلكتروني هو عبارة عن فتيلة تسخن حرارياً، هذه الفتيلة التي تسخن حرارياً ينطلق منها الإلكترونات تحت تأثير تعجيل ما بين الفتيلة والجريد، هذه نسميها الأنود، يصل إلى 300,000 فولت، فتنطلق الإلكترونات وتجد فتحة في داخل الأنود فتخرج منها في اتجاه العين. تتشتت هذه الإلكترونات، ولكن نحن نعلم أن الإلكترون المسرع عندما يمر في مجال مغناطيسي فإنه يتأثر بقوة مغناطيسية تجعل من هذه الإلكترونات تتركز بشكل نقطة صغيرة في شكل حزمة تسقط. وين؟ تسقط على العينة. ونظراً لاختلاف تضاريس شكل العينة، طبعاً احنا نتكلم على الإلكترون يتعامل مع سطح، هذا الإلكترون سوف يعمل على إثارة إلكترونات المادة فتتشتت إلكترونات ثانوية في اتجاه الكاشف. شوفوا الآن الكاشف ماذا يتكون. هذا الكاشف الذي يرصد هذه الإلكترونات يتكون من سنتليتر كريستال تأخذ كل إلكترون وتحوله إلى فوتون. هذا الفوتون عندما يدخل إلى أنبوبة الفوتو ملتبلاير تيوب بيتحول عند شاشة الفوتو كاثود إلى إلكترون مرة ثانية، ويتم تكبير هذه الإلكترونات عبر مراحل التكبير المختلفة من خلال الانبعاثات الثانوية، ويتم رصد هذه الإشارة الكهربية على اللي هو الأوسيلوسكوب. وهنا إذا أنت بتشوف إذا كان الإلكترون الذي يسقط من الإلكترون جان يعمل بمسح العينة فإن نسبة الإلكترونات الثانوية التي تسقط على الكاشف تبعي سوف تتغير، وبالتالي شدة هذه الإلكترونات سوف تعمل على إصدار فوتونات ذات شدة مختلفة. بأخذها على الفوتو ملتبلاير تيوب حتى أكبر الإشارة، لأن الإلكترونات اللي طالعة مهما كانت هي صغيرة جدا وبالتالي لا يمكن رصدها، لذلك بدخلها على الفوتو ملتبلاير تيوب وبكبرها. العينة عشان أدخلها بدها خبرة ودراية، لأنك أنت بتتعامل مع مين؟ مع كومبليت فاكيوم سيستم، وبالتالي بتدخلها من حجيرة عند ضغط جوي، بتروح بتفرغ هذه الحجيرة وبعدين بتدخلها على الرأس الحرج الذي تجلس فيه العينة على القاعدة، والجهاز كله مثبت على مخدات هوائية حتى تمنع أي تأثير الاهتزاز، ومن ثم تثبت العينة في داخل الجهاز بإدخالها إلى الموضع، ومن ثم بعد تسليط الأشعة يتم المشغل إيش بيعمل على الشاشة؟ بيتحكم في سرعة مسح الإلكترون بيم، سرعة مسح الإلكترون بيم على العينة، وبيتحكم في الجين حتى يحصل في النهاية على أوضح إيمج، وبيتحكم في سرعة المسح حتى يظهر
ايمج ستادي وثابت على الجسم. وطبعا انت زي ما انت شايف هذه اقدام حشره صغيره جدا تم تكبيرها بواسطه ايش؟ السكاننج الكتروميكروسكوب. واذا قمت بجعل الالكترون بيم يمسح منطقه اصغر فانك سوف تعمل على تكبير ايش؟ تكبير الصوره. كل ما صغرت نطاق المسح فانت ايش تعمل؟ بتكبر ايش اكثر. لذلك لو انت مثلا جبت قطعه عمله نقديه وحطيتها بداخل الالكتروميكروسكوب فعندما تمسحها كلها بتعطي لك صوره العمله كلها. اذا طلبت من الالكترون بيم انه يتحرك على مسافه 1 مليمتر في 1 مليمتر فحيكبر لك الجزء هذا كله على عرض الشاشه. اذا اخذت ال 1 مليمتر وقلت له يمسح لك فقط من في حدود ال 5 مايكرون اكس واي معناته حيكبر اكثر. اذا عمليه التكبير كيف بتتم؟ بتتم من خلال الماسح. ولذلك جاءت الاسم سكانينج الكترون مايكروسكوب اي الميكروسكوب الالكتروني الماسح. واذا دخلت على صور رسمت او اظهرتها الالكترون مايكروسكوب ستكتشف عالم غايه في الابداع. ولا يسعك ان تقول سبحان الله على هذا الخلق البديع لاعين الحشرات اجنحه الحشرات كل التفاصيل الدقيقه التي لم يكن للانسان ان يرصدها الا باستخدام السكانينج الكتروميكروسكوب. اذا السكانينج الكتروميكروسكوب يعتبر احد الادوات الاساسيه للتعرف على طبيعه سطح الماده النانويه التي تتعامل معها. طبعا قد تقول لي طب ايش الفائده من هذا الموضوع؟ الفائده من هذا الموضوع تتذكر المحاضره اللي فاتت. الميزه الوحيده في او احد المزايا الموجوده في النانو تكنولوجي انه انا بتعامل مع مواد نانويه تشكل المساحه السطحيه الغالب الاعظم من حجمها. لذلك كل المواد النانويه وخصائصها تعتمد على مين؟ على شكل السطح. فكيف بيكون هذا السطح موجود؟ كيف بيكون عندي الخصائص؟ واذا انا عرفت كيف كيف تركيب هذا السطح بقدر ايش؟ استفيد من خصائصه المتعدده. لذلك باختصر الموضوع كالتالي: مكونات الجهاز المدفع الالكتروني، والمدفع الالكتروني يعمل من خلال فتيله تقوم بتسخين فتيله من الجسم تبعث الالكترونات، او باستخدام مجال كهربي عالي جدا يقوم بجذب الالكترونات من الماده فتنطلق في اتجاه العدسات. العدسات هذه عباره عن مجالات مغناطيسيه مش زي العدسات الضوئيه، ولكن سميت عدسات لانها لها نفس وظيفه مين؟ العدسات الضوئيه، وتركز الشعاع الالكتروني على العين. اما بالنسبه للسامبل تشيمبر هي الغرفه التي نضع فيها العينه التي تسقط عليها الحزمه الالكترونيه. اهم في موضوع الكواشف التي سوف تظهر عند الضوء، وقد يكون في هذا الجهاز كواشف اخرى لترصد اشعه اكس التي تنبعث من الماده. الشعاع الالكتروني لما بيسقط على الماده ايش بيعمل؟ بيتشتت ويصدر الكترونات ثانويه، كما انه يمكن ان يصدر ايش؟ اطياف اشعه اكس. من تحليل الطيف المتشتت من اشعه اكس يمكن معرفه المواد المكون لها العين. واستخدم السكانينج الكترون مايكروسكوب في معرفه المواد المستخدمه في تحنيط المومياء الموجوده في الاهرامات. لم يكن العلماء في ذلك الوقت يدركون ما هي المواد المستخدمه. وباخذ عينه من الموميا ووضعها في السكانينج الكترون مايكروسكوب اعطى له نسبه 70% من السيليكون. وهذا طبعا استخدم في التحنيط، وطبعا السيليكون احد المكونات الاساسيه للرمل، والصحراء هناك مليانه فيها رمل، فكان السيليكون منطقي جدا بالاضافه الى مواد اخرى. لذلك هذا الجهاز لا غنى له عنه في ابحاث النانو تكنولوجي. الجهاز كله يعمل تحت مضخة فاكيوم. طول ما هو شغال الفاكيوم شغال. فعندك ثلاث انواع من المضخات، وطبعا اي واحد يشغل الجهاز هذا لازم يكون عنده خبره 6 أشهر على الاقل يعمل مع باحث متمكن حتى يعطي له الصلاحيه انه يشغله لحاله. الفاكيوم سيستم في عندك اول شيء التيربو بامب بوصلك ل 10^2 تور، بعدين بخش الديفيوجن بامب، بعدين بخش التيربو موليكولار بامب. ثلاث انواع من المضخات تستخدم ليش؟ للوصول الى 10^12
بار مقدار هائل جدا من الضغط. كذلك العينة نفسها يجب أن تكون محضرة جيدا لاستخدامها في داخل سكانينج الميكروسكوب. أول شيء لازم تعمله أنك تطليها بمادة موصلة للتيار الكهربائي. إذا بدي أدرس أنا حشرات أو بدي أدرس مواد عازلة، يتم وضعها في داخل ديبوزيشن تشامبر وطلائها بإيش؟ بتقنية السباترينج ديبوزيشن، حتى تحط عليها طبقة رقيقة جدا وغالبا ما يكون من الذهب، ومن ثم توضع العينة في داخل إيش؟ الإسكانينج الميكروسكوب. لأنه إذا لم يتم توصيل الإلكترونات التي تسقط على العينة وتحويلها إلى الأرض، فبصير عندك تشارج بيلد أب على العينة، وفي الحالة هذه تتشوش الصورة تماما. وطبعا زي ما أنت شايف العينة بعدما تم دراستها بالإسكانينج الميكروسكوب لا يمكن الاستفادة منها. لذلك عندما تحضر مواد نانوية بتعمل عينات كثيرة، جزء منها تأخذها وين؟ على سكانينج الميكروسكوب فور فيرذر اناليسيس، وبعد ذلك بتصير تحكم على بقية العينات انها لها نفس الايش؟ نفس الطريقة ونفس الكيفية، وبتروح بتستخدمها في تجارب اخرى. اما بالنسبة للميكروسكوب الالكتروني النافذ، وهو النوع الثاني من انواع الميكروسكوبات، له نفس الشكل تماما، لا يختلف عن الميكروسكوب الالكتروني الماتح، ويسمح برؤية المواد على المستوى الذري، وله قدرة تكبيرية تصل إلى 1,000,000 مرة أو 1,200,000 مرة من قدرة التكبير للعين. وبالتالي من اسمه واضح جدا أنه هذا نافذ، أنه يخترق العينة. بينما الميكروسكوب الإلكتروني الماسح كان يعمل، كان يدرس سطح العينة. إذا أحيانا أنت بتخلص من سكانينج الميكروسكوب، بتأخذ العينة وتدرسها وين؟ تحت اللي هو الميكروسكوب الالكتروني النافذ. طبعا الالكترون جان هو موجود، لكن العينه تنحط المره هذه في الوسط، والالكترونات التي تنفذ من العينه تتغير شدتها، تتغير سعتها، فتتغير اشياء كثيره منها. بستطيع ان ايش؟ ارسم الصوره. يتضح من فكره عمل جهاز الميكروسكوب الالكتروني النافذ الـ TEM وجهاز الالكترون الميكروسكوب الماسح انهم متقاربان من ناحيه ايش؟ من ناحيه العمل، وتقنيات التشغيل المختلفه واحده، لذلك سمح او دمج هذان الميكروسكوبين مع بعض في ميكروسكوب يسمى سكانينج ترانسميشن الكترون ميكروسكوب، ويختصر بالحرف STEM. وبالتالي بدل الحصول على جهازين منفصلين، ممكن الحصول على جهاز واحد، مره تشغله سكانينج الكترون ميكروسكوب، ومره تشغله ترانسميشن الكترون ميكروسكوب. والسكانينج الكترون ميكروسكوب اكتشف في عام 1932، وبعده ب3 سنوات تم اكتشاف الترانسميشن الكترون ميكروسكوب. طبعا مكونات الجهاز مره ثانيه: مدفع الكتروني، فتحه لتجميع الالكترونات، في عندي عدسه شهيه وعدسه مفرقه وعدسه اسقاط. هذه العدسات كلها عبارة عن مجالات مغناطيسية تعمل على تركيز شعاع الإلكتروني على العينة، وعندما يخرج من العينة بتستلمه اللي هي العدسة، عدسة الإسقاط، حتى تفرد الإيمج على مين؟ على كامل الشاشة الفلوريسنت اللي هي بتعطيني الوميض، زي ما بتعمل شاشة التلفزيون. أنا أشبه شاشة التلفزيون اللي هي فلوريسنت تيوب، بتعطيني وميض من الإلكترونات لما تصطدم بشاشة الفوسفور، فبتعطيني صورة الإيمج. يعد هذا الميكروسكوب من الأدوات القوية للتكنولوجيا النادو من النانو من ناحية فحصها وتعيين أبعادها وشكلها وأشكالها المورفولوجي. المورفولوجي اللي هي التضاريس السطحية، كيف شكل السطح بكون، وهل هو كريستالين ولا أمورفوس، حتى أقدر أحكم على المادة نفسها. وبالتالي أنت لما بتصنع أي مادة نانوية بيلزمك بكل تأكيد انك تدرس خصائص هذا السطح، وتعرف بالضبط ماذا يحدث اذا تغير الشيء، ماذا ينعكس ذلك على ايش؟ على الخصائص. يمتلك قدره عاليه على تحليل بنيه المواد النانويه وتركيبها البلوري، تقدر تعرف الكريستال ستراكشر تبعها من خلال هذا الجهاز باستخدام تقنيات الاكس راي ديفراكشن، اللي هو تقنيات الحدود اشعه اكس راي. طبعا كل هذه المواد والمواضيع والاسماء
سوف تمر عليك دراسة وتفصيلا في خلال مراحل دراستك في التخصص هذا في مجال المغناطيسي وتأثيره على الإلكتروبيم، كذلك كيف ممكن أحصل على الكريستال ستراكشر من دراسة علم الإكس راي ديفراكشن. يوفر معلومات عن الخواص الفيزيائية مثل نقطة الانصهار الموصلية والنشاط الكيميائي، لأنه هذا الشعاع وهذا الميكروسكوب يتعامل مع عمق المادة وليس مع السطح بس، وبالتالي يوفر لي معلومات قوية على وجه الأرض. تحديد العناصر الداخلة في تركيب المواد النانوية باستخدام تقنية الـ EDX اللي هي Energy Dispersive X-ray Analysis، وطبعا هذه كلها تقنيات أساسها فيزيائي حتتعلمها من خلال دراستك لهذا الكلام. وباختصار شديد جدا، تشتت طاقة أشعة X-ray، احنا نعرف انه كل مادة تمتلك امام جهاز X-ray بصمة خاصة بها، وبالتالي اذا خلطت عدة مواد مع بعض وعرضتها لأشعة X-ray حتطلع لك بصمة معقدة. من خلال برامج الكمبيوتر يستطيع ان يرجع كل بصمة الى المكون الرئيسي تبعها، السيليكون هاي بصمته، الحديد، النيكل، الجرمانيوم، كلها مخزنة في قاعدة بيانات في داخل الجهاز. وبعملية مقارنة بيقول لك عندك مثلا من السيليكون بنسبة هالقد، وعندك كربون هالقد، وعندك اكسجين بنسبة معينة. إذا أنت تستطيع أنك تتلاعب في الكيميكال كونتنتس اللي في داخل المواد النووية حتى تعدل ايش؟ خصائصها، وهذه هي أداتك، وهذا هو جهازك. طب نيجي الآن للجهاز الثالث والذي حول الحلم إلى حقيقة، وهو جهاز التانلينج الكترومايكروسكوب. جهاز التانلينج الكترومايكروسكوب مش هنشوف إشي من جوا، لأنه من برا عبارة عن تشيمبر. هذا التشيمبر يحتوي على السكانينج تانلينج مايكروسكوب، وهو عبارة عن أداة قوية تمكن العلماء من الحصول على صور لأسطح المواد على المستوى الذري، أي أنك تستطيع أن تتحدث وتتعامل مع كل ذرة بحدة، وقدرته كبيرة جدا على التكبير. يعني ممكن تمسح عينة طولها قد ايش؟ 1 مايكرون في 1 مايكرون، يعني 1000 نانو في 1000 نانو، وتشوف الذرات كيف مرتبة فيها وكيف وجودها على السطح. والعالمين اللي اخترعوهم بيلين وروهير من شركة اي بي ام، وحصلوا على جائزة نوبل في عام 1986، ولأنهم أول علماء تمكنوا من تصميم جهاز لرؤية هذه الذرة. يتمتع جهاز السكانين تاني الميكروسكوب بقدرة تحليلية عالية تصل إلى 0.1 نانومتر، يعني النانومتر الواحد يستطيع أن يقسمه إلى 10 أجزاء، وهذا مطلوب وهذا اللي بدنا إياه، وبعمق 0.01 نانومتر. وبهذه القدرة التحليلية العالية يمكن أن نحصل على صور للذرات داخل المادة، بالإضافة للتحكم في ذراتها وتحريكها أيضا. طيب، فكرة عمله باختصار شديد جدا، هذا السكانينج تانلينج مايكروسكوب لا يتعامل إلا مع الأسطح الموصلة، ولذلك هو محدود في هذا المجال. ويحتوي السكانينج تانلينج مايكروسكوب على رأس مدببة تنتهي بذرة واحدة تصنع من البلاتين أو أي مادة من المواد الأخرى، وعندما ويتحكم بها مواد بيزو إلكتريك ماتيريالز حتى تتحكم في ارتفاعها وتحريكها شمال ويمين، ويتم خفض الرأس المدببة إلى أن تصل إلى السطح على بعد 7 أنجستروم، وهي مسافة طبعا ذرية دقيقة جدا. عندما تصل الرأس المدبب إلى الذرة فإنه ينشأ هنالك ما يسمى بالتيار النفقي، وهي ظواهر كوانتمية. هذا التيار النفقي لأنه تتولد عندك قوة ما بين الرأس المدببة وبين مين؟ وبين اللي هي المادة تبعتي، لذلك يستطيع أن يتدفق تيار، هذا بسميه تيار نفقي، وبتسجيل قيمة هذا التيار الذي تزداد شدته وتقل مع تغير الارتفاع، وبالتالي إذا تحركت الرأس المدببة على نفس المسافة فإن قيمة التيار تتغير. أما إذا صعدت على الذرة وطلعت على ذرة ثانية ونزلت على ذرة ثانية
فالتيار النفقي يتغير. اذا انا عندي نمطين من عمليه المسح، اما اني ارصد التغيرات في التيار، وبالتالي عندما يزداد شده التيار معناته انا اقتربت من الذره، وعندما يقل التيار معناته انا بعدت عن الذره، ومن هنا استطيع رسم الذره واين موجوده بالضبط على الماده. ويمكن ايضا اني اثبت التيار لكن العب في المسافه، اغير المسافه، وبالتالي اي تغير في المسافه او تغير في التيار عند ثبوت الاخر يعطيني معلومات عن تواجد مين؟ تواجد الذره. طبعا عمليه السكان بتاع الميكروسكوب بتشتغل بالطريقه التاليه، كلما كانت هذا طبعا تغيير الفيت. الان لما تصغر الماده اكثر فاكثر فاكثر، تستطيع هذه الالكترونات ان تتسرب الى الجهه الاخرى، وبنقول انها وجدت نفق عند سوق معين من الماده، فتواجدت وين؟ في الجانب ايش؟ الاخر. بالتالي لو انا اجيت بالراس المدمر تبعتي اقتربت جدا من سطح الذره، فلاحظ هنا تتولد قوه ينشا عنها تيار نفقي. هذا التيار النفقي تتغير شدته حسب وجود الراس المدمر بالنسبه لمين؟ بالنسبه للذرات. وبالتالي على شاشة الكمبيوتر إذا رسمت العلاقة ما بين X و Y و Z مع الـ intensity of the current، معناته أنا اللي هو التيار النفقي، معناته أنا صرت أحدد إيش؟ أحدد مواضع هذه الذرات. وطبعا لاحظ الدقة المتناهية التي تتحرك فيها هذه الرأس، أي أنها كل سطر عبارة عن 1 أتوم، وبالتالي إحنا بنتكلم على مين؟ على أنجستروم، مسافة أنجستروم. طبعا هذا كله الكلام بيتحكم فيه اللي هو الكمبيوتر من خلال مواد بسموها البيزو الكتريك ماتيريال تحت تاثير الكهرباء الانضغاطيه. وكل هذه المواضيع طبعا حتدرسوها بالتفصيل في كورسات ايش؟ متقدمه ومتخصصه في هذا المجال. ولان التنلينج الكتروميكروسكوب يتعامل فقط مع المواد الموصله، فابتكر العالم جوتا وبينينج الذي ساهم في سكان التايم مايكروسكوب في ابتكار جهاز اخر سموه الاتوميك فورس مايكروسكوب. وهذا الميكروسكوب يعتبر اكثر الميكروسكوبات تطورا من السكان التايم مايكروسكوب، واخترع في عام 1986، وهو الاكثر قدره تكبيريه ويستخدم في تحريك الذرات على المستوى النانو. كيف يعمل؟ هنالك مره ثانيه يسموها الكانتيليفر، راس مدببه. هذه الراس المدببه عندما تقوم بالحركه على السطح، وطبعا هذه الراس المدببه نهايتها ذره او ذرتين بكثير، عندما تتحرك على السطح فنتيجه للتعرجات التي تحدث على السطح، فان شعاع ليزر سوف ينعكس وتتغير شدة هذا الشعاع، تتغير ايش السكاترنج تبعته، فيتم رسمها على مين؟ على فوتو دايود. وهذا الفوتو دايود بيعطيني ايش؟ حركة شعاع الليزر بالنسبة لمين؟ لحركة الكانتيليفر على السطح تبع المادة اللي انا بدرسها. طبعا هذا بيوفر لي إمكانية إني أنا أدرس الأسطح الغير موصلة. هنا فيش عندي تيار نفقي، وبالتالي يصنع الكانتيليفر من مواد سيمي كوندكتور ماتيريال، والسطح ممكن ادرس اسطح بلاستيكيه او ادرس معادن او كل شيء. والقوه لما انزل بالبعد، لما يصبح البعد ما بين الراس المدمر بالكانتيليفر وسطح الماده، تنشا قوه بنسميها قوه فاندر فال. وفي عندي طبعا قوه مغناطيسيه، وفي عندي قوه كهربيه، وفي عندي قوه كثيره. حسب القوه اللي انا بستخدمها يمكن رصد التغيرات في هذه القوة. أنا هنا إيش بعمل؟ برصد التغير في القوة فاندر فال التي تسبب إني أنا أثبت المسافة وأدرس كيف يتحرك السطح. طبعا إذا كنت أخشى على الرأس الكانتيليفر من إنه إيش؟ يخدش أو يفسد بسبب الاحتكاك، فبالتالي بحافظ على ثبات المسافة، ونتيجة لقوة فاندر فال بيبعد
الكانتيليفر وبيقترب من هذا السطح. عملية البعد والاقتراب هو كما لو أنه بعمل لي تريس لمين؟ لتضاريس السطح. يعكس هذه التذبذبات مين هو؟ يعكس هذه التذبذبات اللي هو شعاع الليزر. وفي نمط ثاني من التشغيل إيش بعمل؟ بأسلط تردد عالي جداً، بخلي الكانتيليفر يتذبذب بسرعة، وبأقوم بعملية إيش؟ المسح. هذا بنسميه اللي هو النمط الرنيني. طبعا عمليه المسح بتتم، لاحظ شايفين كيف؟ طبعا الليزر بيسقط هنا وبيوصل على مين؟ على الفوتودايود. والتغيرات في الشده، في شده الضوء، هي اللي بتعطيني كيف السطح هذا بيتغير. طبعا في النهايه بدي اورجيكم استخدامات السكاننج الكترومايكروسكوب العديدة التي ستفتح لنا آفاق لتطبيقات هائلة بعد تصنيع وتكوين أشكال عديدة من المواد النانوية، ومن ثم تسخيرها لخدمة إيش؟ الصناعة والتكنولوجيا. خلينا نشوف هذا العرض. طبعا في الأبعاد النانوية ترغب المواد في الارتباط مع بعضها البعض بسبب القوة التجاذبية بنسميها قوة فاندرفال. فيأمل العلماء انه هذه المواد يصير لها ما يسمى بالسيلف اسمبلي، وهذه محاضرة الجزء الثالث، انها تتجمع مع بعض وتكون اسطح. هذه الاسطح يمكن الاستفادة منها في تصنيع بنية جديدة لمواد واجهزة جديدة. فيمكن صناعة مواد نانوية عبارة عن اشكال لا حصر لها ومختلفة جدا وتطبيقاتها عديدة جدا. هذه الأشكال التي صنعت يتم رصدها على الميكروميكروسكوب. هذا عندي سلك نانوي، هذا عندي ستراكشر، هذا عندي وردة نانوية. كل هذه التراكيب النانوية التي تم تصويرها من خلال الميكروسكوبات الإلكترونية لها تطبيقات حنتعرف عليها مع بعض. بدل الخلايا الشمسية هذا حيكون عندي طلاء أدهن في سطح المنزل يحول لي هذا الطلاء إلى إيش؟ الى كهرباء. ممكن اصنع مواد، المواد اللي احنا بنصنعها في الوقت الحالي عند شد معين تنقطع، وهذا الكلام احنا بدناش اليوم. عند الخرسانة المسلحه قد ما هي قويه عند ضغط معين يفوق قدرتها تنهار. هذه في علوم النانو بدناش اليوم. الان تمكن العلماء من ترسيب طبقات رقيقه جدا من الذهب تمتلك كراكس، سمح لهذا الذهب ان ينتمي ويتغير شكله، وبالتالي ممكن صناعه الواح رقميه كمبيوتريه تاخذ اشكال ملتويه. وكلكم سمعتوا على التلفزيونات المنحنيه والمقوسه والاجهزه بدات ايش؟ تصبح مرنه. كذلك المنازل يمكن صناعتها من منازل مواد قويه تتحمل ضغوطات هائله بطريقه او باخرى ولا تتعرض للكسر. كذلك ممكن تزويد جسم الانسان بمواد نانويه تمكنه من علاج الأمراض الخطيرة. ممكن تزويد الجسم من الإنسان بأجهزة نانوية وظيفتها مساعدة كرية الدم البيضاء في التعرف على الأمراض والقضاء عليها في صورة، بهذه الصورة بإطلاق مثلا، كأنك في حالة حرب فبتموت هذه المواد، وبالتالي لا يشعر الإنسان بالمرض لأنه في عنده ما يسمى بالجسيمات النووية التي تقوم بمجابهة هذه الأمراض. طبعا أنا في الجزء الثاني حاولت أعطيكم فكرة عن الأجهزة اللازمة لرؤية المواد النووية، وكل جهاز من هذه الأجهزة تصل تكلفته إلى في المتوسط إلى مليون دولار إذا ما كانش أكثر. وطبعا المحاضرة القادمة بإذن الله تعالى حنتكلم بعد ما صرنا عارفين الأدوات اللي أنا بشوف فيها المواد النانوية، حتكلم عن التراكيب النانوية المختلفة، الأسلاك النانوية، الأنابيب النانوية، الكرات النانوية، وطبعا حتبقى عارف كيف شفتها هاي وكيف رصدتها وكيف صورتها كلها باستخدام الأجهزة اللي فاتت. الآن كيف كوناها وكيف عملناها وما هي التطبيقات المحتملة، سيكون هذا الكلام في لقائنا الثالث بإذن الله تعالى. وحتى ذلك الحين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.